صباح الخير والسعادة على كل الزملكاوية، نهاركم أبيض بخطين حمر مشاهدينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بحضراتكم ويوم جديد بنبدأه مع بعض، يوم الأربعاء 21 يونيو 3 ذو الحجة هجريا، ويوم جديد بنبدأه مع بعض وحلقة جديدة من برنامج نهارك أبيض. طيب امبارح لما كنت بتكلم مع حضراتكم اثناء المقدمه كنا بنستعرض مع بعض، او مش في المقدمه عفوا، كان فقره الاخبار الخاصه بنادي الزمالك، كنا بنستعرض مع بعض التصريحات المهمه اللي ادلى بيها كابتن عبد الواحد السيد مدير الكره في نادي الزمالك، والكلام ده كان بخصوص الفريق وامور الفريق، وكان في بعض التفاصيل الخاصه بالفريق. الحقيقة أنه في تصريحات كابتن عبد الواحد السيد كان في جزئية مهمة جدا اتكلمت عنها، لكني ما وقفتش عندها، ويمكن ناس كتير ما وقفوش عند الجزئية ديت ولا ركزوا في الكلام اللي اتقال، والحقيقة أنه لقيت أنه الجزئية دي لازم نتكلم عنها بالتفصيل أكتر النهاردة، لازم نديها حقها، لأنها هتاخدنا يا جماعة المغزى مهم جدا من كلامنا في حلقة النهاردة. يمكن الكلام امبارح اللي اتقال على لسان كابتن عبد الواحد السيد كان كلام مهم، وكان في حاجه مهمه جدا لازم نقف عندها زي ما قلت لحضراتكم، وهي موقف الكابتن الكبير والخلوق طبعا كابتن محمد عبد الشافي، والكلام اللي قاله الكابتن عبد الواحد السيد. طيب كابتن محمد عبد الشافي قال ايه؟ كابتن محمد عبد الشافي قال ان هو مش هياخد اي فلوس او مرتب من النادي في حال استمرار اصابته مع في الفتره اللي جايه يعني مع النادي، ومع ان هو لسه خلاص يمكن فاضل له سنه في عقده، وقانونا ولائحيا وفقا للعقود فالنادي مفترض ان هو بيدفع له مرتبه طوال السنه بغض النظر بقى عن اصابته نوعها ايه او طولها او قصرها. فهو قال ايه؟ قال انه لو فضل مستمر في الاصابه دي خلال السنه اللي باقيه له من عقده ان هو مش هيتقاضى فلوس او راتب من نادي الزمالك، مع ان النادي ملزم ان هو يديله الراتب بتاعه. طيب الحقيقه انه الكلام ده لو ركزنا فيه ده ياخدنا القصه مهمه جدا، والقصه دي يمكن اتكلمت عنها في كام حلقه او في حلقه قبل كده من فتره قريبه جدا، قصة ولاد النادي يا جماعة، ولاد النادي اللي بجد، المواقف هي اللي بتثبت ده، وهي اللي بتبين مين هو ابن النادي اللي بجد ومين ابن النادي الكلام، بتوضح لنا مين هو اللي عنده معدن أصيل ومين هو البني آدم المخلص المتربي ابن الأصول اللي شايل جميل النادي على راسه طول السنين اللي فاتت، مهما كبر ومهما كبر كمان كلاعب، مش بس كبر في العمر، مهما كبر كلاعب ومهما كبر سنا وتقدم بالعمر. الحقيقة أنه كابتن محمد عبد الشافي هنا هو شال جميل النادي، شال جميل العشرة، وشال جميل الشهرة، وشال جميل المجد يمكن اللي صنعه له نادي الزمالك، النادي اللي عمره ما وقف في طريق عبد الشافي في أي وقت من الأوقات، ولا هو داخل النادي ولا هو خارج يحترف في السعودية، ولا قفل في وشه بابه كمان لما رجع مرة تانية لمصر. الحقيقة أن العلاقة اللي ما بين كابتن محمد عبد الشافي وبين نادي الزمالك على مدار طبعا السنين اللي فاتت اللي لعب فيها، هي دي العلاقة يمكن اللي بتلخص النموذج اللي ينبغي أن تكون عليه مبادئ التعامل بين الطرفين، بين النادي وبين اللاعب بتاعه في العموم، هي دي، هو ده الشكل النموذجي اللي محتاجين يبقى زي فورمة كده كله يمشي عليها. النادي بيقدر اللاعب بتاعه، بيكبره، بيساعده، بينجمه، بيوصله ان هو يحقق طموحاته سواء طبعا داخل النادي او خارج النادي، واللاعب على الجهة المقابلة بيحفظ جميل النادي، بيحفظ جميل الجماهير، بيطلع 200% او اكتر من طاقته، كل الطاقه اللي موجوده عنده بيطلعها للنادي، ففي الاخر الناتج هيكون ايه؟ ان العلاقه هتكون العلاقه الامثل، علاقه محترمه ومحترمه باستمرار حتى بعد الاعتزال، مش بس في وقت اللعب حتى بعد الاعتزال تلاقي دايما النادي فاكرك بكل خير، بيتكلم عنك احسن كلام، سمعتك طيبه بين الجميع والجماهير بتحبك ودايما فاكراك وشايلالك الجميل. نموذج مثالي هو ده اللي احنا بنتكلم عليه،
والحقيقه انه نادي الزمالك وجماهيره بيقدروا دايما دايما بيقدروا اولادهم المخلصين وبيبقوا شايلين لهم الاخلاص والوفاء وحب الزمالك ده فوق الراس. وعشان كده دايما تلاقي اللي ما بين الزمالك وبين محمد عبد الشافي واللي هو ما ينفعش نقول عليه انه حاجه كده بين يوم وليله، لا. العلاقه اللي بين الاثنين هتلاقوها علاقه سنين سنين طويله اتبنى فيها بقى ايه ثقه واخلاص وتقدير من الطرفين، وهو ده اللي هيكون مرجع زي ما قلت لحضراتكم. عايزين ده يكون مرجع في التعامل مع اي لاعب، هو ده دي الفورمات او ده الكرايتيريا او ده الشكل اللي يمشي عليه اي لاعب واي نادي في العلاقه ما بين الطرفين. اي لاعب حابب يتقال عليه فعلا من ابناء النادي المخلصين حتى لو مش هو فعلا حرفيا واحد من ناشئي نادي الزمالك، لكن العلاقه دي ممكن تبني خلال سنين ثقه احترام تقدير تشيل النادي فوق دماغك، هيتقال عليك وقتها ابن النادي بجد. وشباب الحقيقه الجداد الحاليين اللي لسه طالعين اللي ممكن نقول عليهم ابناء النادي فعلا زي احمد فتوح ابننا، امام عاشور برضو ابن نادي الزمالك، دول واللي زيهم مش مجرد لعيبه يا جماعه، مش مجرد لعيبه في نادي الزمالك بس عشان الناس فاكره ان هم مجرد لعيبه، لا، دول مشجعين درجه ثالثه. دول تواجدهم داخل نادي الزمالك دائما مرحب بيه باستمرار، سواء بقى من جانب الاداره او من جانب الجماهير، الجماهير اللي فعلا بتحبهم بشكل كبير وبالتاكيد من جانب اللاعبين نفسهم. ليه بقول الكلام ده دلوقتي؟ بقول الكلام ده لانه اي محاولات للعب على وتر ان نوعيه زي نوعيه اللعيبه ديت زي فتوح وامام عاشور ممكن ان هي تبيع او ما تصونش العشره. اي محاوله يا جماعه من المحاولات للدخول ما بيننا وما بين اللعيبه ديت انك تدخل كده تخرب العلاقه او تبوظ العلاقه بين الجماهير وبين اللعيبه اللي من النوع ده هي محاوله ساذجه، حقيقي محاوله ساذجه مش هتوصل بيها لاي حاجه. اللي اتبنى ما بيننا وما بين اللعيبه دي مش وليد يوم وليله، وحتى العلاقات الاوقات كتير بتكون مش طويله المدى بس بيكون فيها مواقف تخليك فعلا تعرف الشخص اللي قدامك وتعرف حبه لناديه وتعرف حبه لجماهيره. ده يخلينا نتاكد ان دول بجد ولاد الزمالك، رجاله حقيقي مخلصين للزمالك وجماهير نادي الزمالك. والحقيقه انه نادي الزمالك قادر ان هو يحفظ حقوقه كويس، قادر ان هو يحفظ حقوق اللعيبه بتاعته بشان اي اخبار بنشوفها، اخبار مضروبه، اخبار بقى تقول عليها مفبركه، للاسف مصدرها ما عندوش مهنيه ويمكن بيخدم على مصالح انديه اخرى بشكل واضح وفاضح، رغم انه مفترض بيه ان هو يكون في قناه عامه وحياديه. اللي عايزه اقوله في النهايه، ولاد الزمالك الرجاله لا عمرهم يبيعونا ولا عمرنا هنبيعهم. نهايه الكلام.